وعقب حفل الإفطار نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء مهرجانا رياضيا تحت عنوان في حب مصر، وذلك في الصالة المغطاة في مدينة العريش بحضور محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ومدير أمن شمال سيناء وبمشاركة قيادات من القوات المسلحة ونواب شمال سيناء. حضر المهرجان المئات من أبناء العريش وتضمن عروضا رياضية قدمها الأشبال والأطفال في العديد من النشاطات، وتضمن الاحتفال رقصات تراثية من سيناء.